قابلتي دور في فيلم بيبو وبشير مع انك مش كوميديانه ومعرفتيش تضحكي الناس، ليه؟ ايجابي ولا سلبي؟ لا برضو سلبي. برضو ايه ده بقى؟ يعني كله سلبي؟ طب لا بس لا انت لا ضحكتي لا الناس. ولا هقول لك ايه، ممكن بس انت مش كوميديانه وانت ما ضحكتيش الناس. اولا لما جالي الدور انا لقيت الفيلم دمه خفيف جدا، دمه خفيف، وانا وعزة ابو عوف الله يرحمه الله يرحمه إليه عاملين كوبل كده دمه خفيف لطيف وفيلم لايت يعني. فليه دايما انا بعمل دراما كده واعمل حبيتي تغيري؟ اغير يعني، حبيت اغير يعني. اتبسطتي بنفسك بعد ما شفتي الفيلم؟ لا واضح انك في الفتره الاخيره بتعملي حاجات كلها مش بسطاكي ومش مفرحاكي ومش حاسه ان دي صفيه العمري. الفقره دي خلصت ايجابي ولا سلبي، وهنتنقل لفقره جديده بين قوسين.